هو النيفيا اللي هو افتر شيف بتاع الرجال. بعد كده هستخدم ميك اب فوريفر الترا اتش دي، وهستخدم معاه لوريال. انا كاتبه لكم الارقام تحت الفيديو. بعد كده هستخدم فرشه ماك عشان اوزع بيها الفاونديشن، واستخدمت برو لونج كونسيلر، استخدمت باليت مورفي اللي هي 35 او، حطيت بس لون اورنج على الكريس. وبعد كده جبت اي قلم كحل عندكم، اي قلم كحل، وحطوه بشكل عشوائي. بعدين هاتوا فرشة وادمجوا بس الاطراف بتاعة الكحل من اللي هي الاطراف بس ادمجوه، وهحط تاني تحت العين وجوه العين تمام نفس الكحل، وبرده هدمج الكحل اللي انا حطيته تحت عيني وجوه عيني، هدمجه علشان ما يبقاش باين ان هو شكله مش لطيف. يعني هجيب مسكرة حواجب وهفتح بيها شعر الحواجب بتاعي، لان حسيت شعر حواجبي غامق قوي فقلت افتحه. المسكرة دي من نيكس، رقمها برونيتي او اسمها برونيتي، واستخدمت رموش بينكي جوت نورا، وهحط نفس اللون اللي انا حطيته على الكريس هحطه تحت الاسود اللي انا حطيته تحت عيني، وبس هو ده اللوك. تخيلوا يعني قمة السهولة اللي خلقها ربنا. تمام. بعدين هجيب مسكرة بتاعت جولدن روز، وهعمل مسكرة عادي، هدمج المسكرة احط يعني احط هدمج رموش الحقيقية مع الرموش الصناعية. استخدمت كونتور بتاع ماك، اي كونتور عندكم يقضي الواجب. بعدين استخدمت بلاشر من دابان على 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 اورنج شوية، اللوك بسيط جدا 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 بس بيبقى حلو قوي في الصور، بيبقى حلو قوي في المناسبات قوي قوي قوي. جيب كالر بوب اسمه تراب اللي هو الليب ليكويد ليبستيك. بعد كده كده خلاص احنا كده خلصنا لكم. ثانك يو سو ماتش.